لماذا كثرت الزلازل مؤخرا بشكل غير مسبوق في تاريخ البشر المكتوب والمدون؟ لماذا تحولت الآراء العالمية فجأة تجاه انتشار الزلازل من علمية إلى دينية بحتة؟ هل هي علامة واضحة وجلية على اقتراب يوم القيامة حقا؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير، رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم. فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات. إذا لم تكن هذه هي مظاهر النهاية فهي بلا شك تعبر عن اقترابها. جملة عابرة قيلت من أحد العلماء المسؤولين عن رصد الزلازل في مركز الدراسات الجيولوجية بسويسرا، والتي تهتم بدراسة الزلازل وتوابعها وانتشارها عالميا، وبالأخص خلال الفترة الأخيرة التي ازدادت بها نسبة الزلازل بشكل مخيف. والأخطر هو ظهور الزلازل بمناطق جديدة لم تضربها من قبل، والأكثر خطورة بحق هو ازديادها بشكل متسارع ينبئ بكوارث لا حصر لها بالفترة المقبلة. فمؤخرا ضربت آلاف الزلازل العديد من البقع على الأرض، وتسببت برعب هائل عالميا انتشر كالنار في الهشيم. والواقع أنه إذا ما كنت أنت عزيزي المشاهد تذهب إلى عملك ثم ترجع إلى أسرتك وتمارس يومك بشكل طبيعي ولا تدري شيئا عن العالم واقعيا، فالواقع المرير هو أنه قد تشردت مئات الآلاف من الأسر ومثلهم من المصابين والضحايا جراء الكوارث المتزايدة بشدة مؤخرا وعلى رأسها الزلازل. ومنذ فترة قريبة للغاية وقعت 340 هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 3 درجات، و54 هزة أخرى بقوة تجاوزت 4 درجات، و6 زلازل بلغت قوتها أكثر من 5 درجات، وكذلك زلزال بقوة 7.1 درجة، كل ذلك منذ أيام قليلة فقط، وفقا لما قاله عالم الزلازل في جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا إيجل هوكسون. ناهيك عن الزلازل الهائلة التي أصابت الولايات المتحدة وحدها، وعرضنا لكم ويلاتها في حلقة سابقة. والواقع أن علماء الزلازل متوترين إلى أقصى حد، حيث أن كل المؤشرات تشير إلى أن ما حدث هو مجرد شيء بالغ اليسر مقابل ما سوف يحدث في المستقبل القريب جدا، حيث يتوقعون بنسبة كبيرة أكثر من 30,000 هزة أرضية، وهو ما يعد بحق كارثة كبرى تنتظر شعوبا عديدة لا أحد يدري مصيرها. والسؤال الخطير هنا، ماذا تنتظرنا من أحداث في وطننا العربية؟ الواقع أننا لسنا بعيدين عن تلك الأحداث المريعة، فقد حدث بالفعل الكثير من الأحداث مؤخرا في دول عربية عديدة. ففي مصر تعرضت مدينة القاهرة والأسكندرية مؤخرا منذ أيام قليلة لهزات أرضية وصفت بمتوسطة الشدة، وكان مركزها البحر المتوسط، كالعادة مثل العديد من الدول التي أعلنت أن معظم الزلازل التي حدثت بها مؤخرا كان مصدرها البحر أيضا ومن العمق البعيد، وهو ما ينبئ بكوارث كبرى على رأسها موجات المد الخارقة أو ما يدعى بموجات التسونامي، والتي دمرت مدنا كاملة من قبل. وفي الكويت أيضا شعر عدد من سكان البلاد بهزة أرضية، وهو ما كان جديدا عليهم بشكل كبير، فهم لم يعهدوا مثل تلك الهزات من قبل والتي تفاوتت في درجتها من حيث الشدة في المركز والضعف عند النهايات. حيث جاءت الهزة الأرضية بالكويت نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة الأهواز غرب إيران، وبلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وهو ما يشير إلى توابع عديدة تصاحب الهزات الأرضية التي تصيب البلاد مؤخرا. والواقع أن الزلزال الهائل الإيراني لم يصب الكويت فقط، بل وصل إلى العراق وبمنتهى القوة، حيث شعر العراقيون بهزة أرضية قوية، وتحديدا في محافظتي البصرة والعمارة جنوب البلاد، حيث وصلت قوة الهزة الأرضية إلى أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يشير إلى أن توابع الزلازل العالمية والتي كثرت بشكل غير مسبوق على تاريخ البشر المكتوب لا يمكن أن يكون مجرد ظواهر طبيعية،
بل إنها تشير إلى النهاية التي باتت واضحة وجلية، حيث قد عجز معظم العلماء عن تفسير العديد من الظواهر، وكل ما قالوه وباعترافهم الشخصي مجرد محض افتراضات بحتة، ولكنهم متوترين إلى أقصى حد. وإذا كان كل ذلك الدمار الهائل الذي تسببت به الزلازل كان أقصى شدة له 7 درجات على مقياس ريختر، فماذا لو وصل 9؟ ماذا يعني ذلك؟ إنه شيء لن تريد أن تتخيله أبدا عزيزي المشاهد، فهو كفيل بأن يطمر دولا بأكملها حرفيا. وقد قال الدكتور جلال الدبيك مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح إنه بشكل يومي تحدث زلازل وهزات أرضية في العالم، ولكن لا نعلم عنها شيئا، إما بسبب أنها بعيدة عن العمران، أو أنها بعيدة عن مجال التغطية الإعلامية، أو هناك تعتيم إعلامي متعمد بشأنها. وشرح الدكتور جلال الدبي كيفية قياس جهاز ريختر للزلازل، وقال إن حدوث زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مقارنة بزلزال 7 درجات، بمعنى زيادة درجة واحدة على مقياس ريختر، يعني ذلك زيادة في مقدار السرعة أو الحركة 10 أضعاف لزلزال 7 درجات عن زلزال 6، متابعا أنت تشعر في زلزال 7 درجات 10 أضعاف زلزال 6، وهذا يطبق على بقية المقياس. والواقع أن كثرة الزلازل بذلك الشكل المتسارع وازدياد شدته، حتى أن العلماء يتوقعون قريبا جدا أن يحدث زلزال يفوق مقياسه ريختر نفسه، وهو ما ينبئ بكوارث هائلة قد تسحق معظم دول العالم وبشكل بالغ السرعة، لا ينفع معها استعدادات ولا يمكن حتى التنبؤ بها. والدليل على ذلك هو زلزال أمريكا القوية الذي ظهر بغتة واختفى بغتة بشكل مثير غير مسبوق، وإلى الآن لم يتوصل العلماء إلى تفسير واضح لتلك الظاهرة العجيبة، وقد عرضناها لكم في حلقة سابقة. والأغرب أنه قد انتشرت مؤخرا العديد من الأنباء عن حالة استنفار من رجال الدين في ديانات مسيحية ويهودية بخصوص تلك المسألة، أو قد تعني استقبال حدث غامض وبالغ الخطورة. أما بالنسبة لنا فإن فكرة الزلازل والهرج والمرج لهي من علامات يوم القيامة المؤكدة، ذلك لما رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا ويلات سخطه، وأن يشملنا برحمته الواسعة التي شملت ووسعت كل شيء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو.
شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.